ما حكم من صلى ثلاث أوقات بوضوء واحد مع وجود الماء؟ لا بأس، ما دام لم ينتقض الوضوء فإنه يصلي ما شاء من الصلوات، ما دام أن الوضوء لم ينتقض. أما لو كان طهارته بالتيمم وحضر الماء فإنه لا يجوز أن يستمر على التيمم، إذا حضر الماء يبطل التيمم. نعم.